بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم ممدوح العريض من محافظة أسوان مركز إدفو وادي عبادي، من أحد المتضررين من ما يسمى بالمستريحين بمحافظة أسوان. تضررنا ضررا شديدا جدا، ونحن بعلم الجميع محافظة أسوان من أطيب الشخصيات وأطيب الناس على مستوى الجمهورية، وناس على الفطرة لا وناس على الفطرة. لما تاجي مجموعة بيسمى ما يسمى بالمستريحين ويعملوا النصباية اللي اتحكمت إحكام جيد في المحافظة هنا، ويسلبوا أموال الناس الغلابة اللي هم بيجمعوها بعرقهم وبيجمعوها بالدم وبالقرش، ياجوا جماعة من المستريحين يسلبوها في يوم وليلة. للأسف الشديد طبعا الحكومة أخذت على عاتقها هذا الموال، وتم التصدي لهذه الظاهرة، وإن كان فيها بعض الشيء من الحكومة. لكن تعالوا طيب يا جماعة، احنا عايزين نحل المشكلة، نحلها ازاي؟ لازم تتضافر الحكومة مع الشعب مع المواطن عشان نرجح حقوق الناس دي. هنرجعها ازاي؟ ما نقولش الا المواطن هي اللي موديه، لا، المواطن اخذ الشرعية من الناس دي لما لقي فيه ثبات في الوضع العام، ولاقي الناس بتبني على الاراضي الزراعية ما حدش مرجعها، بتبني على الطرق العام ما حدش مرجعها، بيستمروا في العمل بالبيع المواشي في الطرقات ما حدش مرجعها. من ضمن، انا اعرف مشهد في البصيلية الوسطى، في البصيلية بحري، كان موقف تابع للوحدة المحلية، كان احد المستريحين يتخذه مكان لبيع وشراء المواشي امام اعين الحكومة وامام اعين المجلس المحلي. يا جماعة طيب فين ده؟ ليه ما ادوهوش اي انذار؟ ليه ما عملولوش محاضر؟ فين التنفيذيين من الكلام ده؟ فاحنا بنطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لهذه الظاهرة التي قلبت الوضع رأسا على عقب، والله رأسا على عقب، وإن لم يتدخل. نرجع بنقول لازم من تدخل القيادات الأمنية والجهات الحكومية وسيادة الرئيس، ده أهم حاجة يا جماعة، أهم حاجة سيادة الرئيس لازم يتدخل فورا لمنع شلال الدم اللي حيحصل في ثلاث محافظات أسوان سوهاج قنا. والله العظيم حتحصل مذابح، مستنين بس تخلص التحقيقات وتخلص مش عارف ايه. نرجع تاني احنا لقصة كده معلومة، يعني للأسف الشديد برضي الناس توجهت لشخص الإعلام، والناس توجهت لشخص معين انه هو المستريح. لا، في ناس كثيرة، الناس يعني في شخص من الشخصيات من المستريحين، من أكبر المستريحين اللي أخذ أكثر من موت. الناس بتنزف دم على مالها، على بهايمها، على ذهبها اللي تكسر تاع الحريم، يعني احنا مش عارفين نقول ايه. ومن هنا ومن هذا المنطلق انا بطالب القيادة السياسية الحكيمة بقيادة السيد رئيس الجمهورية حبيب المصريين ومحافظ على المصريين ان يتدخل بشخصه في هذه الكارثة التي سوف تجلب مصائب وغرائز من مصائب وشلالات من الدم لم يحمد عقباها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.